عدد الوجبات كما نظرتوا الصباح احنا النص صايمين والنص الجهال نقاضي الافراد وده على ما نظرته يعني امامك امام الكهرباء ما هو اللي عنا كل شيء. في زياده في عدد سوء التغذيه بسبب الاوضاع اللي نعيشها نحن الان حاليا واحنا نستقبل في القسم يعني بشكل كبير جدا علينا ضغط زياده. We ask any parties engaged in this conflict to respect humanitarian law, respect the rights of innocent people, and give us the access that we need to provide the help that's needed.